في حكمة عظيمة للشاعر الراحل محمود درويش قال فيها إيه؟ الحب الأول ما بيموتش، بس لما بيجي الحب الحقيقي بيدفنه بالحياة. متخيلين؟ وأسماء لما قررت إن هي ما توقفش قدام أهلها وتسمع كلامهم بخصوص العريس اللي متقدم لها الجاهز، دفنت ساعتها حبها الأول بالحياة وردمت عليه. بس للأسف 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 كمان مرة اكتشفت إن اللي بينها وبين جوزها مش حب حقيقي، ولا العلاقة اللي بينهم قايمة على المودة والرحمة، ومفيش أي سكينة. عشان كده الحب الأول طلع من قبره وظهر تاني على أرض الواقع، رغم إنه كان ممكن يتنسي تماما أو يبقى على الأقل مجرد ذكرى نضحك عليها كل ما نفتكرها. نقول بقى أيام مراهقة وطيش وأيام ثانوي بقى. بس اللي أنا شفته في القصة دي، لأنه اتخانقنا كتير في البرنامج وكل واحد كان ليه رأي وكان في جدل كبير جدا، وأنا بشوف في القصص دي حاجة، إنه بجد الطرف اللي ما بيعرفش يحتوي يستاهل، واللي يقول لك الاهتمام ما بيطلبش، لا بيطلب، بس أنا هطلبه، مش هو ما بيطلبش، أنا هطلبه، هطلبه مرة واتنين وتلاتة، بعد كده هزهق منك، بعد كده ما تخليش حد يخش ما بيننا. مفيش حاجة اسمها أصل يا جماعة هي مفروض إن هي كانت تعمل اللي عليها وزيادة، هو يا جماعة مفروض كان يستحمل. وإحنا بني آدمين وبنغلط، وكلنا بنغلط على فكرة. ليجي يقولك لا أنا ما بغلطش، أنا مش عارف إيه، لا يبقى اقعد مع نفسك كده وحاسب نفسك قبل ما تحاسب الناس. وإحنا مش جايين هنا نعلق لحد حبل مشنقة، بالعكس الناس بتلجأ لينا عشان نحللها مشاكلها، الناس جاية عشان عايزة حل مش عشان نجلدها، وده مش دورنا وعمرنا ما هنعمله. بس القصة موجعة جدا والله العظيم. بقيتوا تخلونا ان احنا نخاف من الجواز عشان انه لا، ما احنا هنشوف ده، واللي ما عندوش اي غلط يحاسب اسماء، اللي ما عليهوش اي غلط. لا، كم من ست اهملت جوزها وراح كلم وعرف واتجوزوا، اصل مش فاضية، اصل مش قادرة، اصل مع العيال، اصل الشغل، اصل ما فيش وقت. ما كناش بنلومه ومنقولش ان ده صح، بس هي غلطانه ومقصره. والراجل بقى الست تقعد تتحايل عليه، يجي المجتمع كله ياكلها، يلا نحاسبها. ليه ليه؟ قالت مره حرام عليك، التانيه حرام عليك ومحتاجاك، التالته ما تسيبنيش. احنا كل ده عشان عمالين نقول لا يا جماعه عاداتنا وتقاليدنا وديننا و و و. طب وبعدين؟ طب افرض الواحد وقع يعني بعد كده في غلطه والشيطان دخله من اي مدخل، هنعمل ايه؟ ودي ام. طب انت لما قررت ترجعها، ترجعها تذلها ليه؟ طب ما تسيبها طالما انت مش عايزها. لما شفت الكلام ده كله، ده اي حد مكانك كان لما هيقرا الكلام ده كان هيقعد يقول ايه؟ يعني هو انا وحش قوي كده؟ كان يمكن غير من نفسه او يقعد يتكلم معاها او يعرفها غلطها. ما احنا ما نعرفش الغلط وصل لغايه فين. هي مش بعتة برضو في القصة بتقول الغلط وصل لغاية فين، بس في الآخر إمساكهم بمعروف أو تسريحهم بإحسان كنت سبتها تمشي، لكن تخليها خدامة لأهلك؟ دي بعتة، ده أنا أصلا ضد لفظ خدامة. تقعد تخدم أهلك بما يرضي الله بس بالأمر بالعافية؟ لا يا جماعة، على فكرة المشكلة دي موجودة كتير جدا في مجتمعنا، بس احنا ما بينفعش نتكلم عنها بمنتهى الشفافية ونظهرها، لأنه ما ينفعش تاخد برضو صف حد، ما ينفعش نقول ده صح، ما نقدرش. بس احنا بنتكلم النهارده عشان نقول لكل الرجاله خدوا بالكم، وكل الستات برضو ما تاخدي بالك منه، ما تدلعيه بدل ما يبص بره. وانت كنت فين؟ ده الجواز كله في كلمه واحده، الاحتواء. اللي مش هيعرف يحتويكي ما تتجوزيهوش، اللي مش مكفيكي ما تتجوزيهوش. اسماء غلطتي نفسك لانك ما فكرتيش بعقلك. كان هيجرى ايه؟ هيجرى ايه لو كنا اتطلقنا عشان مش مرتاحين ورجعتي الحب عمرك لو انت عايزه؟ شوفي انا بقول لك لدرجه ايه، خلاص ارجعي له، انت مش عايزه تكملي معاه. بس نعمل حاجه غلط؟ وعارفه الغلط الاكبر ايه؟ اننا بنمسك حد علينا غلط، نغضب ربنا. وانت حتى قلتي انا بطلت من نفسي عشان ربنا،
بس كم من المشاكل، يعني كم المشاكل اللي موجودة في المجتمع بسبب الموضوع ده؟ لا كتير قوي. طب بتقعدوش مثلا في النادي تسمعوا، بتقعدوش في الكافيهات تسمعوا، بتقعدوش في الغيط تسمعوا، الستات بتقول لبعض يعني كله بيقعد يتكلم ويقول لا انا مش مرتاحه، لا انا مش عارف ايه، بس ما كانش في مثلا حب قديم ظهر، ما كانش في مش عارف ايه، وهي حتى مش موضحه هي عملت ايه، بتقول كتبت مذكراتي. كان ممكن تبقى رحيم اكتر من كده، كلنا بنغلط، لو الغلطه ما تجرحش رجولتك وكرامتك، ما تمشيش ورا المجتمع انه الراجل والمعرفة. لا في رجاله كتير قوي بتسامح، في رجاله كتير قوي حلوه وحنينه وبتعدي بتخلي اللي قدامها تيجي تفضفض له. يا ما نفسي نرجع زي زمان، او ياه ده انا مش عارفه كنت عايزه كذا ولا كذا ولا كذا، ونفسي اشوف فيك كذا، ويسمعها ويحتويها ويعمله. قولي له لو هو مش عارف، يا ترجع بما يرضي الله يا تسيبها. وانت يا اسماء خدي موقف، يا اما تروحي لحد من الشيوخ اللي هو فعلا بيحبهم، او تشوفي مبادره اللي احنا دايما بنقول عليها، قلنا عليها في الموسمين اللي فاتوا وهنقول عليها تاني، مبادره لم الشمل، تكلميهم في الازهر الشريف وتقولي لهم بس كده حرام. حتى اهلها قلبتهم عليها، حتى ابنها مش من حقها تاخده وهي ماشيه، فكر تاني.